فهناك الجبرية من يقولون إنه ليس في الوجود فعل لغيره تعالى. إذا أول نقطة بالقضاء والقدر، أول نقطة بالقضاء والقدر إنه هل نحن مجبورين ولا مختارين؟ الصحيح عندنا إنه نحن مختارين، وكل من يقول بأن مجبرين أو الإنسان مجبور في صورة مختار هذا عندنا غلطان كائنا من كان هذا القائل. وفي ناس يحاولوا يظهروا بالكلام إنه لا نحن بنقول بالاختيار وبنقول إنه الإنسان مختار، ولكن اللي بكتبوه واللي بقرروه إنه لا الإنسان مجبور. طيب، والنقطة الثانية، الجملة الثانية اللي بالقضاء والقدر، إنه هل هذه الأفعال الصادرة منا هل هي أفعالنا ولا أفعال الله؟ أنا بقول إنه هذه أفعالنا مش أفعال الله، لأنه الله سبحانه وتعالى نسبها إلينا، ما نسبها له، نسبها إلينا. قال وافعل الخير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن هذه المسألة فيها نصوص محكمة ونصوص متشابهة، بدي أجيب نص واحد واحد شان نفهمه ونعرف كيف نحن عمال مرات نفهم الأمور على غير حقيقتها. شو هو النص؟ بيجوا بيحتجوا اللي بيقولوا إنه الأعمال اللي نحن بنقوم فيها ليست أعمالنا، بيحتجوا بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. بيقولوا شايف كيف؟ ربنا بيقول لك والله خلقكم وما تعملون، يعني أنت وعملك مخلوق لله. طبعا هذا خطأ، هذا خطأ. شو الصواب؟ الصواب إنه نحن مش فاهمينها مظبوط. وبعدين الذين يوردون هذه الآية الكريمة في كتبهم لا يوردون الآية التي قبلها لأنها تكشف الحقيقة. قال الله تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تنحتون، اللي كانوا بعبدوا الأصنام ربنا بقولهم يخرب شركم، تعبدون ما تنحتون، يعني هذه الحجار اللي بتجيبوها أو الخشب اللي بتجيبوه أو أي مادة وبتنحتوه وبتعملوا منه تمثال وبتعبدوه. والله خلقكم وخلق الحجر هذا وخلق الخشب هذا وخلق أي مادة تانية. فالكلام ليس على العمل، على الفعل اللي أنا بقوم فيه، وإنما الكلام على المعمول. شو المعمول؟ الخشب اللي عمال ينحته أو الصخر أو الحجر اللي عمال ينحت. فرب العالمين انتبهوا سبحانه وتعالى قال أتعبدون ما تنحتون. شو بنحتوا هم؟ بنحتوا عملهم؟ بنحتوا الصخر. والله خلقكم وما تعملون. ولذلك الإمام الفخر الرازي قال إنه مفروض أصحابنا اللي بيحتجوا بالجبر أو بالقدر ما يحتجوا بهاي الآية لأنها ليست لا تصلح أن تكون حجة لهم. طيب، إذن كمان قلنا نحن القضاء والقدر معنا إما أنا أكون مجبر وإما أن أكون مختار. إما مجبر إنه ربنا بيسيرني مثل الريموت الكنترول، أنا ما إلي شيء، هو اللي بيحرك لي إيدي وبحرك، وإما إنه يكون سبحانه وتعالى أعطاني القدرة والاختيار حتى أعمل الفعل، وحتى الفعل هذا إما أثاب وإما أعاقب عليه.